الفكرة ديال الكليب صراحة جات صدفة. خدمت على لا شونسون، كانت نورمالمون لا شونسون غتنزل سولو، وكلنا ديك الوقيتة خدامين انا وين تسداسي على الاغنية ديالها كيت الغرام الوغ. حتى تحطات فكرة في استوديو قالت لي علاش ما غنيش معاك هاد لا شونسون، ساشون كو كانوا يافي دي بروبوزيسيون، مي هين تسداسي كان فريمون لو شوا اللي كان محلو. الانرجي اللي عند هند ولو شارم اللي عند هند ولا بريزونس اللي عند هند، هادو حوايج خلاوني نكمل في ان الفكره ديو تكون ان شاء الله معايا. دالوغ الحمد لله نزلات، وفي يومين كان الفيدباك زويون والحمد لله وصلات لكاع الناس، وهذه بالنسبه لي نجاح الحمد لله. الارقام مهمه في حاجه وحده، الارقام بالنسبه لي مهمه فاش كتكون جايه بصح ما مشرياش او لا شوي با كونتر انه دار سبونسوريز العمل ديالك، هذه دي حاجه مزيانه انك تحاول توصل لماكس العمل ديالك، مي انا كنامر اكثر انه تكون الارقام هكاك بالحب ديال الناس. والثاني حاجه الرقم ما عمره كان عندي معيار، باسكو كاينين اغاني الحمد لله اللي حنتهم ضاربين ارقام في الملايين، وكاينين اغاني اللي ضاربين في الملايين ولكن راه ما مسموعينش. فالحمد لله جو سوي فريمون تري فيير انه اغنيه وصلت للطوندونس ودخلت مع لا ليست ديال طوندونس ميوزيكال بعن جدارة واستحقاق كما تنقولوا، والحمد لله هذه حاجه اللي فرحتني صراحه. لا بالعكس، ماشي البحث عن الشهره، حيتاش كنقول انا بانه سميتي الحمد لله درتها في التلحين، وباش دير الاسم ديالك في التلحين في البلاد كانت صعيبه بزاف. الوغ الغناء غنيت غير حيتاش كثرت الناس اللي كتقول لي خصك تغني، علاش غادي تبقى ضايع؟ هادو حوايج اللي كنتفق معهم مع الناس ملي كانت الظروف هي اللي كانت كتمنع، ودابا الحمد لله كنظن انه غادي نتفرغ للغناء اكثر. تخلعت التلحين من اجل الغناء؟ لا جو بونس با. التلحين واحد الحاجه اللي بحال كنقولوا عندي في الدم رغم ما يمكنش، وعندي دي زونغاجمون مع لي زارتيست، والتلحين حاجه مهمه. علاش كيكونوا اغاني كديرهم بحب ولكن ما يمكنش تنتج كاع الاغاني اللي كتلحن، فضروري كيكونوا دي زارتيست حتى هما ما عندهم مكانه واعره وسادستاغ كي غادي يوصلوا الاغنيه ديالك بطريقه اسهل منك بزاف. وهادو حوايج اللي هادو هما الحوايج اللي كيهمني فيهم التلحين. في العرب الى نبداو العرب، تعاملت مع بلقيس في لافيز قلت الاغنيه اللي نزلت في الكونفينمون، تعاملت مع جابر الكاسر، تعاملت مع فايز سعيد في اغنيه ديال قول لي، تعاملت مع لطيفه التونسيه في الاغنيه ديال لا يا عبد الله، تعاملت مع هيثم الخلايلي نجم عرب ايدل الفلسطيني، عندي اغنيه مع ادم اللبناني، عندي كذلك اغنيه ثانيه مع بلقيس ان شاء الله. فكاين بزاف ديال الاعمال مع نجوم عربيه، عندي كذلك اغنيه ان شاء الله مع سميرة سعيد، فكاين ان شاء الله اصدارات غيكونوا مع دي ستار عربيه. صراحه ما يمكنش نحدد عمل، انت باغي واحد كانت نقله نوعيه في الموسيقى المغربيه، فتا واحد ما كنظن انه ضد انه تكرر الاكسبيريونس ديال انتي باغي واحد، مي كاين اكسبيريونس ديال بلاش كذلك اللي اغنيه اللي التاريخ ديالي كان فخور بها، كاين حسبني طماع اغنيه كانت دارت بحب الوغ، هذه حاجه اللي انا ولا عائلتي فخورين بها اكثر، شدي ولدك عليا زينه الدوديه. فما نقدرش نحدد اين هو عمل، حيت كل واحد كان عنده واحد لذه في النجاح ديالو، كان كل واحد كيفيزي واحد الكاتيجوري ديال الناس، فهذه حاجه اللي كانت مهمه عندي، فما نقدرش نحدد اين وحده فيهم. مي انت باغي واحد بيان سور كتبقى هي من الاوائل. صدقه في الوسط الفني، شوف انا بحكم انني ملحن فكان امن بانه الصداقه بين ملحن ومغني كتكون داخله فيها مصالح ديال الاغنيه والحان، هذه حاجه ضروريه. مي انا جو نو سوي با كونتر انه تكون عندك علاقات صداقه داخله فيهم مصالح،
كونوا دي سيرفيس متبادلين. الا كنت انا كنتبادل انا وياكم مصالح فهذه غتوطد العلاقه اكثر وغادي تطول بحكم انه واحد فينا ما غادي يفكر خسر الاخر. مي بالنسبه ل اون جينيرال واش العلاقه واش كاينه الصداقه في الدومين ارتستيك؟ انا بالنسبه لي كاين مثال عادي الاش بي سعد المجرد سي اصدقاء جاولي. مي ما عنديش صراحه بزاف ديال الصداقات في الـ في الـ في الـ في الدومين ارتستيك. داكشي علاش كتلقاني غابر للتجمعات ديال لي زارتيست وهادشي هذا. مي كنكليهم كل احترام وتقدير. بغيت نقول لهم اول حاجه شكرا على اي حاجه، على اي بارطاج، على اي لايك، على اي كومونتير تكتب في حقي. وشكرا على كاع السيبورت اللي كان من نهار بديت لا في التلحين ولا في الغناء. دابا كنقول لهم عندي جوج ديال الاغاني اللي هي بطل العالم وكيفاش نخليك، وكنقول لهم باللي جايين اغاني اخرين ان شاء الله زوينين اللي ان شاء الله غادي يكونوا عند حسن التطلعات ان شاء الله يا ربي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.